دخول دنيا بطمة السجن بسبب علاقتها المشبوهة برجل أعمال شهير. خرجت عن صمتها وبكت: ربنا يجيب لي حقي. عمرني خرجت ومنيت وقلت أنا درت وأنا وقفت وأنا فعلت. أنا 7 سنين رفضت محكمة النقد في العاصمة المغربية الرباط طلب النقد الخاص بالفنانة المغربية دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، وذلك بعد إثبات علاقتها بحساب حمزة مون بيبي الذي أنشئ عبر تطبيق سناب شات لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال الأعمال. بس اللي ما تعرف الناس أن أنا إنسانة جداً طيبة بس. وفور انتشار الخبر نشرت الفنانة دنيا بطمة مقطع فيديو علقت من خلاله على قرار محكمة النقد بالعاصمة المغربية بتأييد حبسها لمدة عام، وذلك في أول تعليق لها بعد قرار المحكمة. وظهرت دنيا في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة، وقالت دنيا بطمة: أنا معرضة إلى مؤامرة كبيرة والله فوق يعلم، لن أتحدث في أي تفاصيل وسأخذ حقي وربنا يجيب لي حقي. وأضافت دنيا بطمة: سأكشف الحقائق بعد مرور الوقت وستكتشفون خبث بعض الناس. يذكر أنه وبعد صدور القرار ألغت دنيا حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة طنجة ليلة رأس السنة، تفادياً لإحراج إدارة الفندق في حال صدور قرار اعتقالها. سنين وأنا غيبة عليكم، 3 سنين وأنا ساكتة، 3 سنين وأنا ما كنت أتكلمش. هذا وقد أكد محبو دنيا على دعمهم لها ومؤازرتهم إياها في محنتها مطلقين هاشتاج كلنا بطمة، في حين أعربت هي عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها ومحبيها، وكتبت في منشور شاركته عبر خاصية الستوري على إنستغرام: أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية، سوريا ومصر وسلطنة عمان والخليج بصفة عامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني، شكراً على رسائلكم التي تصل الصدر بالواتساب، لن أنسى وقفتكم، أحبكم من كل قلبي. وتابعت: أما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة، دمتم دعمي وسندي. وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. وقدمت دنيا بطمة مؤخرا أغنية بعنوان زيديني، وهي من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب، وهو من إخراج علاء الدين الرئيس وطاقم عمل جديد وشاب. وجاءت إطلالة دنيا بطمة على محبيها عبر أغنية زيديني بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.